ايه اهلين وسهلين، زارتنا البركة. هلا بيك حبيبتي. هلا وشلونك؟ منيحة. اقول لك خالة، مدام ابوك مو موجود، احنا نريد نجس نبضك، ابني هذا يحبك ويريد يخطبك. ابنك هاد؟ اي هاد، لعلمك يحبك من اول ما سكنتوا وباكم مرتين. إيه بس انا مالي مفكرة بالزواج هلا. بس انا مفكر بالزواج، خليني نتزوج وبعدين انت فكري. طيب هو وين ابوك؟ خليني نحكي وياه. ترى تخسرينه، ابني يحبك والله يحبك. يوه بشو بدكم تحكوا؟ بالمقدم والمؤخر؟ لا منين لهذا، هو فقر يا مقدم يا مؤخر. يا عيني خلي نتزوج وبعدين نحكي بالمقدم وبالمؤخر. بس وافقي وافقي، قولي موافقه. هسه هو الوالد وين؟ يا بي يلا يلا عنا ضيوف. اي السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. هلا عم شو هالقبطاي؟ مين هي السمره الحلوه؟ لك من يحكي كان ابو حاتم. يا بي هاي جارتنا بدها تطلبني لابنها. اللي هو انا يعني مثل ما واضح بالصوره. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. وانت شو رايك يا بي، بتروحي تعيشي عنهم بالبيت؟ اي وانا اجي عنكم بالبيت. وبلا شو علي يعني حتى لا مقدم ولا مؤخر، وقصه بقصه وتنتهي الموضوع. ايه وابنك بلا غلاظه شو بيشتغل؟ وزير كهرباء. هاد وزير؟ لا يما لا تكبرين الموضوع. لا انا اصدر كهرباء. شو اصدر كهرباء؟ ما فهمت. هي ابي يعني ابو المولده. ابو المولده إيه هيك الحكي. وانتي موافقه يا ابي ولا لا؟ لا يا ابي مالي موافقه. هسه لا توافقين، بس خل تمشي شغلتي يا معود على كيفك. يما انا اللي ما يريدني ما اريده. ماشي يلا امشي امشي. اروح انا شويه واجي وراك، بس خلي اخلص شغلتي يا معودين. ايه بالاذن. الله وياك الله وياك همزين. اشكرك. ما في نصيب بيناتهم، مثل ما بتعرفي الجواز اسمه نصيب. انت كيفك؟ منيحه. انت شلونك؟ زين. عندي سؤال بالله، زوجتك صار لهاش كم سنه متوفيه؟ ماتت من شي سنتين. اوه مسكينه، واكيد هسه انت وحيد. اي والله انا ترى خوش مره، كل اصبع شغل وعجبك وكل الاكلات اطبخها. بتعرفي تطبخي شاكريه، كبه مشويه، صفيحه شنو تنكه؟ بتعرفي ولا لا؟ سهلات ندخل على اليوتيوب ونتعلمهن ونسويهن. ايه هذا الحكي. بس انت يا بنت الحلال لازم تصبري علي شي كم سنة بين ما أرتب حالي وأكون نفسي. شنو؟ تريد ترتب حالك براسي؟ يا ستي أنا فايت على دولة جديدة ووضع جديد، لازمني شي كم سنة. هم اللي بالدولة هنا صار لهم عمر ما رتبوا نفسهم. تريد أنت أبو قاسم البارحة جيت ترتب حالك؟ بروح بابا روح. بس حلو كتير علي ما علي. إنك حلو كتير.